الاستاذ علي رضا زيان محامي مائه الرباط. اليوم المحاميين حاضرين من جميع هيئات المملكه رافضين مسودة مشروع قانون ديال تعديل مهنه المحاماه، لان كتمس بالاستقلاليه ديال المهنه اللي هي اساسيه. اذا ما عندناش ضمانات ديال الاستقلاليه ما يمكنناش ندافعوا على المصالح ديال المغاربه وديال المواطنين اللي في اخر المطاف هما اللي معنيين بهذا الشيء كامل. واحد المسطره التاديبيه اللي كتهيئ لنا الحكومه غادي تجعل المحاماه في يد النيابه العامه، بحيث ان النيابه العامه هي اللي كتقدم الشكايه للنقيب، والنقيب اللي كان عنده اجل ديال 3 شهور باش يبت هبطوها له ل 30 يوم، وفي 30 يوم اذا ما بتش الوكيل العام هو اللي كيحل المسطره للمجلس، والمجلس اذا بت اذا ما بتش الوكيل العام كيديك للغرفه ويحاكمك. وفين بقات هذه الاستقلاليه؟ علما ان الوكيل العام راه الخصم ديالنا في المحاكمه. واخيرا شكون اللي كيضر؟ كيضر هذاك المواطن. هادشي كيتعارض مع جميع المبادئ الكونيه ديال المحاكمه العادله وديال العداله، لان هاد المساطير والقانون المحاكمه من مديوره قبل كل شيء المواطن، لانه هو اللي كيتحاكم، راه هو الحلقه المهمه في هادشي كامل، هو ديك المتهم ولا المتقاضي. وتجي ودير له وكيل العام يبقى يضغط عليه من الفوق، لا هادشي غير معقول. هادشي كيتنافى مع جميع المبادئ ديال المحاكمه العادله والتوازن ما بين الاطراف. طرف عنده سلطه على طرف اخر ما يمكنش، لذلك احنا رافضينه. استاذ محمد جماع عضو مجلس هيئه المحامين بالرباط، كما وقفنا سابقا دفاعا عن مهنه المحاماه ودفاعا عن القيم وليس دفاعا عن انفسنا او مصالحنا. كما لاحظ الجميع ولاحظ المواطنون شخصية الوزير الذي ما فتئ في كل مرة يهاجم المحاماة ويبخس أدوارها في المجتمع، يهاجم نقباءنا ويكذب على مؤسساتنا، يدعي أشياء من بنات أفكاره ومن خياله، جلس ووضع مسودة لا تنسجم مع كل قيم المحاماة، من أين له بذلك ومن وجهه لذلك؟ وزير للأسف الشديد افتقد لكل أدبيات الحوار وأخلاقيات المفاوضات وكل القيم المتعلقة بتبادل الآراء والنقاش حول ملفات محامون هم عقلاء ويقودون المفاوضات باستمرار وهم وسطاء في المجتمع. يأتي الآن وزير ليحاول أن يفرض عليهم بتفكير سلطوي غريب. هل الأمر يتعلق بإنسان سوي؟ لا، أنا لا أظن ولا أعتقد. يعني نحن الآن في وضع يصرع تدخلا وتحكيما ملكيا، هذا هو الوضع. وهذه الرسالة. سيدي بالنسبة للاستوى اللي خلى قضايا المواطنين تدافع على القضية، أولا وهبي هاجم المحاماة ودعا المواطنين إلى حرض المواطنين على المحاماة، والمحاماة تدافع عن حقوق وعن حريات. لا نستغرب أن يدافع عن طوطو، فإذا كان للوزارة طوطو فللفن طوطو أيضا. سعاد برهمة محامية بهيئة سطات، احنا اليوم هنايا كباقي الإطارات والهيئات المهنية نيابة وتمثيلا للجمعية المغربية، الجمعية الوطنية للمحامية المغربية، احنا اليوم هنايا من أجل القول بصوت واحد بأننا نرفض رفضا باتا مسودة المشروع القانون المهنة التي صدرت في غياب تام للمحامين وبدون تشارك وبدون مشاركتهم في أمر يعنيهم ويخص مهنتهم. لذلك نحن اليوم واقفون وواقفات هنا لنقول بصوت واحد أننا نرفض هذه المسودة وأننا نطالب بإلغائها نهائيا.